الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه وبعد. فهنيئا لمن بلغه الله عز وجل هذه الأيام المباركة أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى المسلمين وعلى هذه الأمة بالنصر والتمكين والعز والسيادة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر الكريم إلى طاعته وحسن عبادته سبحانه، وأن يوفقنا وإياكم إلى صيام نهاره وقيام ليله وإلى الاعتكاف فيه وإلى فعل الخيرات. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان شأنه عظيما في رمضان، كان يلقاه جبريل كل ليلة يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالريح بالخير من الريح المرسلة كما في حديث ابن عباس في الصحيح وغير. فنسأل الله تبارك وتعالى الذي من علينا بهذه النعمة أن يمن علينا سبحانه وتعالى بالتقرب إليه بما يحب في هذه الأيام المباركة، وأن نجتهد فيها وأن نحافظ على أوقاتنا وأن نصحح صيامنا وأن نجتهد في الطاعات. ونسأله عز وجل أن يجعل هذا الشهر مباركا على أمة الإسلام وأن يردها إلى سابق عهدها من الخير والسعادة والمجد والتمكين. ويا أهل القرآن، هذا هو شهر القرآن الذي يعني فيه من البركات ما فيه، فاغتنموه فهو غنيمة عظيمة، وحقا المحروم من حرم خير هذا الشهر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.